والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف. نبدأ مع المدن. كتب منير الربيع: الوصفة الدولية رئيسة جمهورية وحكومة منسجمان ووسطيان. مقتطف من مقاله، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن المجتمع الدولي يركز على ما بعد اختيار الرئيس وكيفية تشكيل الحكومة على أن يكون الرئيسان متعاونين بدل الدخول في صراعات. تستعيد القوى المؤثرة هذه التجارب، تخلص إلى ضرورة التكامل والانسجام بين رئيسي الحكومة والجمهورية، وهذا يقتضي توافقا على شخصيتين وسطيتين لديهما مقومات الثقة الداخلية والخارجية للحد من الخسائر ووضع خطة إصلاح أو إنقاذ. الضغط الدولي يتركز إذن على منع تكرار أي من التجارب السابقة، لا لاختيار رئيس جمهورية ورئيس حكومة محسوبين على طرف واحد، ولا رئيس للجمهورية محسوبا على طرف في مقابل رئيس للحكومة محسوب على الطرف النقيض. من هنا يبدأ الكلام. ننتقل إلى الأخبار. كتبت الأخبار في علم وخبر: أوقف شقيق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، هو عنصر في المديرية العامة لأمن الدولة، على ذمة التحقيق بناء على شبهات تحوم حول ارتباطه بملف فساد يخص المديرية قبل أن يعود ويفرج عنه لاحقا بعد تدخلات سياسية. كتبت أيضا الأخبار في علم وخبر: من المرتقب أن تدخل صفقة إنهاء ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما تم التوصل إليه خلال جولة الاجتماعات المكثفة التي نشطت خلال اليومين الماضيين. ننتقل إلى أساس ميديا. كتبت ملاك عقيل في أساس ميديا: الترسيم قبل الرئيس والحكومة في ربع الساعة الأخير. في جلسة نصف الساعة بين الرئيسين طرح ميقاتي على عون تعديلين يتيمين لم تكن حقيبة الطاقة، واسم الوزير فياض وليد فياض من ضمنهما، قائلا لرئيس الجمهورية: إذا بدكن إياه يبقى أنا موافق كي لا يقال هناك نية باستهدافكم بحقيبة الطاقة. اقترح الرئيس المكلف تبديل وزيرين فقط يؤثران بنظره على الثقة التي ستنالها الحكومة في مجلس النواب، مؤكدا لعون ضرورة تمثيل نواب عكار الجدد بوزير سني، قاصدا تعيين وزير آخر مكان أمين سلام لحقيبة الاقتصاد. وقال له حرفيا: هناك نائب سني هو محمد يحيى ضمن تكتل لبنان القوي الذي ترشح على لائحة جبران باسيل وقريب منه، فليقترح ثلاثة أسماء ونختار أنا وأنت أحد هذه الأسماء. واقترح ميقاتي تعيين درزي آخر مكان الوزير عصام شرف الدين بعدما فقد طلال إرسلان صفته النيابية، وطرح على عون فكرة أن يسمي وليد جملاط ثلاثة أسماء لحقيبة المهجرين والنازحين، نختار واحدا منهم بهدف إرضاء جملاط لرفع عداد أصوات الثقة للحكومة على حد تعبير ميقاتي. لم يناقش عون الرئيس المكلف مباشرة في اقتراحاته، وبادره بالقول: برد عليك خبر. وصل الخبر في اليوم التالي للرئيس المكلف من خلال وسيط بأن الرئيس ما بيمشي بالتعديلات، وذلك إثر لقاء جماعة عون وباسيل في القصر الجمهوري. يقول قريبون من ميقاتي: على الرغم من تأكيدات حزب الله المتكررة ضرورة تأليف الحكومة، فأن الحزب يلعب الدور الأكبر في تسهيل تشكيل الحكومة أو عرقلتها حسب ما يعطي باسيل من هامش للمناورة أو استنادا إلى ما يريده الحزب من الحكومة المقبلة. ويؤكد مصدر مطلع لأساس ميديا أن أي تقدم على مستوى الحكومة لا يجوز تجاهله، لأنه في اللحظة التي سيتم فيها حسم عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، قد تولد حكومة في ربع الساعة الأخير من نهاية ولاية ميشيل عون الرئاسية، وهذا احتمال سيبقى قائما حتى اللحظة الأخيرة، بما في ذلك خيار تعويمها كما هي من دون أي تعديل على أن تنال مجددا ثقة مجلس النواب، والسبب محاولة لجم تداعيات حصول فراغ رئاسي في ظل حكومة ناقصة تصرف الأعمال. يضيف المصدر: ما في ترسيم، ما في رئيس، هي المعادلة التي باتت تتحكم بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل فيما يتلهى الداخل بمواصفات للرئيس أقرب إلى مواصفات انتخاب ملكة جمال. ننتقل إلى اللواء التي كتبت في المانشات: وسط كل ذلك تتجدد الخلافات على قيمة الدولار الجمركي ومن من يسعره ومسؤولية الحكومة غير الموجودة على هذا الصعيد، فضلا عن صلة ذلك بالموازنة التي تواجه عقدة الأرقام بين الأحجام والأقدام. وانشغال السفيرة الأمريكية دوريثي شي بهذا الموضوع الذي حضر خلال زيارتها لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بعد معارضة الثنائية
الرأي الشيعي تحميله وحده وزر الأعباء المترتبة على قرار من هذا النوع، إلا أن الأسوأ في المشهد انتهاز مجموعة من التجار والمستفيدين الفرصة والاندفاع بقوة إلى السوق السوداء لرفع سعر صرف الدولار بما يتناسب مع طلباتها اليومية من العملة الخضراء لشراء السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن وجني الأرباح الطائلة عندما ترتفع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى ضغط غير طبيعي على طلب الدولار الذي يسجل ارتفاعات بين ساعة وأخرى كل يوم مبدلا من الأسعار في السوبر ماركت وحتى الحوانيت الصغيرة. بقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على أجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة، لكن مصادر متابعة قالت للواء أن الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر 26 ألف ليرة ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح أن يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة وفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي، وأنه من الممكن أن يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة أي بحدود 12 ألف أو 13 ألف وليس أكثر من ذلك. نختم مع مقال باسكال أبو نادر في النشرة، 75 ألف ليرة إضافية على كل صفيحة بنزين بعد رفع الدولار الجمركي. تقول باسكال أبو نادر: يؤكد المحامي الدكتور باسكال ظاهر أن سعر صرف الدولار بشكل عام وليس دولار الجمركي يكون بقانون يصدر عن مجلس النواب أو بقرار يصدر عن وزير المالية، إنما يجب أن يحاكي سعر السوق الحرة. لا يوجد شيء اسمه دولار جمركي ودولار غير جمركي، وهذه بدعة، هذا ما يؤكده ظاهر، لافتا إلى أن هذه المادة تسمح بتحديد سعر صرف الدولار أي سعر الصرف الطبيعي بالدولة اللبنانية وبشكل مرن، ومشددا على أنه في القانون لا يوجد سعر للدولار الجمركي وسعر لدولار المصارف، محذرا من القيام بهذه الخطوة وتحديد السعر لأن ذلك يخلق سعر صرف جديد إضافة إلى الموجود في السوق السوداء وفي المصارف وفي الدولة، هذا يؤدي إلى مزيد من الانهيار. بدوره يشدد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث للنشرة على أن الحديث رقم للدولار الجمركي سيطال الكماليات فقط وليس المواد الغذائية غير صحيح، مؤكدا أن رفعه على السيارات والإطارات والمحروقات سيؤثر على النقل وحكما على المواد الغذائية لأنها تنقل من مكان إلى آخر، مضيفا القرار ب 20 ألف ليرة سيرفع الأسعار بقيمة 20% فورا. معنا مباشرة عبر تطبيق زوم الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ما بعرف إذا أستاذ محمد جاهز معنا. معك. نعم أستاذ محمد، صباح الخير. ألو. نعم صباح الخير. صباح النور. ما بعرف إذا مش قادرين نشوف صورتك، إذا في مشكلة بالصورة. نعم. لاحظنا بالنشرة بالمقال اليوم أيضا في النشرة تحدث بالتفصيل عن الدولار الجمركي، إلى أي درجة بحسب المواد اللي درست حضرتك والأرقام اللي وضعتها بلبنان، إلى أي درجة ارتفاع الدولار الجمركي إلى 20 ألف سيؤثر على اللبناني وعلى معيشته؟ صباح الخير لكني. صباح الخير في تلفزيون جديد. بالحقيقة بخلاف ما يقول المسؤولين رفع الدولار الجمركي سيشمل كل السلع، لو في سلع معفاة من الرسوم الجمركية، لكن مجرد ما ندفع أسعار سلع معينة ستنعكس على باقي السلع. يعني مثلا إذا بدي نبلش بصفيحة البنزين، لأنه صفيحة البنزين تخضع لرسم جمركي ولرسم استهلاك داخلي ولرسم استاذ محمد دقيقة شوي، عندنا شوي مشكلة بالصوت مش بالصورة المشكلة، إذا فينا نوطي الصوت اللي عندك تنقدر نسمعك بلا رتور، عمول معروف إذا في مجال. عم نحاول نوطيه على الآخر. نعم ما بعرف إذا قادر هلأ تسمعني. نعم سامعي. نعم تفضل. فعمليا هيك صار الصوت اوضح؟ نعم تفضل. اوكي، فاليوم رفع الدولار الجمركي على سلع معينه واعفاء سلع اخرى، نعم، بطريقه غير مباشره سيشمل كل السلع. نعم، لانه الاقتصاد او السلع سلسله مترابطه، فاذا
بدنا ناخذ مثلا صفيحة البنزين. نعم. صفيحة البنزين تقع لرسم جمركي ورسم استهلاك داخلي ورسم التي في ار. فاليوم عم تنحسب على 1005 بعد صفيحة البنزين كرسم جمركي. نعم. فاليوم إذا بدنا نحسبها على 20000 مع رسم التي في ار ستطرأ زيادة على صفيحة البنزين إذا بقيت الأسعار مثل ما هي بحدود 75000 ليرة. إذا بدنا نحكي عن كيلو البان مثلا اليوم اللبنانية البن شغلة أساسية بحياتهم. صحيح. فاليوم البن يخضع لرسم جمركي 5% وأيضا لرسم تي في آر. فإذا نحن اليوم عم ندفع رسم جمركي وتي في آر على كيلو البن 1743 ليرة بنصير رح ندفع 23170 ليرة. يعني احنا تقريبا البن بيصير اقل ما بعرف يعني كيلو البن اذا هلا عم نجيبه ب 250 رح يصير بحدود ال 280 الف ليره كيلو البن. نعم. او 275 الف ليره. اليوم الادويه هي معفاه من الرسم الجمركي. نعم. ومن رسم التي في ار، لكن اذا ارتفعت كلفه النقل سترتفع كلفه الادويه. اذا بدنا ناخذ المولدات الكهربائيه. نعم. اليوم اللبنانيه مع الاسف ما في كهرباء، في البعض عم يركب طاقة شمسية وإن شاء الله تدلها معفاة من الرسوم هيدي، وتصور لازم تبقى معفاة. عم بيحرك شو ليحطوا عليها رسوم على كل حال. لا بتكون كارثة، هيدي بتكون قمة السخرية. إذا حطوا رسوم على الطاقة الشمسية بتكون سخرية كبيرة من قبل الدولة والمسؤولين. نعم. فاليوم إذا نحن عم نشتري مولد كهربائي ب 500 دولار. نعم. عم ندفع عليه تقريباً 124 ألف ليرة. رسوم جمركية وتي في آر. نعم. إذا رفعناها ل 20000 بنصير عم ندفع عليها 1,655,000 ألف ليرة، يعني تقريبا بزيد 50 دولار. نعم. إذا بدنا ناخذ السيارات، السيارات حسب سعرها وحسب موديلها بالحد الأدنى في زيادة على السيارة من 50 ل 75 ألف ليرة من دون ما نحكي عن السيارات الغالية الثمن. إذا بدي 75 ألف ليرة يعني كسعر؟ لا عفوا 75 مليون ليرة. مليون 75 ليرة. مليون ليرة من. آه. 50 ل 75 مليون ليرة. يعني في وبالتالي الكلام اللي عم يحكوه المسؤولين إنه ارتفاعات بسيطة ومحدودة هذا كلام غير صحيح، لأنه الفكرة إنه هاي السلعة حقها تنقول 100 ألف ليرة صار حقها 300 ألف ليرة، التي في آر اللي هي 11% رح تزيد القيمة، رح تدل رسم ال 11% على التي في آر، لكن عم تفرضي 11% على 100,000 غير ما تكون 11% على 300,000، وبالتالي هي المشكلة بالجمارك وبالتي في آر اللي رح، لأنه هيدا التي في آر عم ياخذ ضريبة على الضريبة. نعم شفتي كيف الفكرة؟ فهيدي هي الخطورة، اليوم الدولة عندها حق التشريع بالمجال الجمركي بموجب القانون 93 لسنة 2023 لمدة 5 سنين. من 10/10/2018 ل 10/10/2023 الرسوم الجمركيه لازم تكون سريعه وسريه، فنحن اليوم صرنا سنه عم نحكي عن رفع الدولار الجمركي، وبالتالي كل الناس اللي عندهم مصاري خزنوا سلع ومواد، وبالتالي هيدي ما كان لازم تعلن عنها، يعني الرسم الجمركي يعلن عنه فجاه وحتى ما يستفيدوا الناس من 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 الحديث عنه. نعم. القصه الثانيه انه نحن اليوم الرسوم الجمركيه مقدرين سنة 2021 كانت 470 مليار بتجيب، إذا رفعناها رح تجيب 3300 مليار، لكن أنا عم أقول قبل ما نفكر برفع الدولار الجمركي في كثير أملاك وفي كثير إيرادات للدولة لازم نحصلها، يوم الأملاك البحرية بتعرفي قديش بتجيب للدولة بس؟ 27 مليار ليرة. نعم. مع العلم أنه كل اللبنانيين السنة اكتووا بأسعار الدخول للمسابح، فهيدي فينا نفرض عليها ضريبة، فأنا عم أقول آخر شيء لازم نفكر في رفع الدولار الجمركي، في عندنا كثير بدائل، املاك العامه البحريه، تاجير املاك الدوله، تخفيف بعض النفقات، انا بفهم انه الدوله اليوم عطت بدل نقل وعطت مساعده اجتماعيه وبدل انتاجيه رح تكلفنا بحدود ال 1000 مليار، اوكي لازم تجيب هول 1000 مليار بس مش عبر الرسوم الجمركيه، لازم تروح لبدائل اخرى بالمتناول وسريعة أيضا. نعم أستاذ محمد، مع ملاحظة أيضا أنه في حال ارتفع الدولار أو مثلا النفط عالميا بالنسبة للبنزين ولا المازوت وغيره ارتفع أيضا عالميا، هيدي الأرقام اللي أعطيتها كمان سترتفع بس بدي أشير لا
البنزين لانه المازوت معفي من التيفي او من رسم جمركي. نعم. فبس اذا ارتفع البنزين عالميا حكما بتزيد التانك، بس انا عم بحكي في حال بقاء الاوضاع كما هي. نعم. فعندك ارتفاع البنزين، عندك ارتفاع البن، عندك المعدات والتجهيزات الكهربائيه، عندك السيارات ووسائل النقل، عندك قطع غيار السيارات مثلا. اليوم كلنا مع الاسف عندنا سيارات قديمه وكل هيدي بدها قطع غيار، فبس اذا انت عم تشتري اليوم عندك عطل بسيارتك، رحت تشتري شغله طلع حقها او فرامات او غيره طلع حقها 20 دولار، هيدي كنت هلا عم تدفع عليها ضريبه او رسم جمركي وتيفي 5000 ليره. نعم. رح تصيري تدفع عليها 66000 ليره. يعني خلينا نكون واضحين، في عندك رسم 5% جمارك وهيدا مع السعر يخضع لتيفي بنسبه 11%. نعم. كلك يعني ستشمل كل السلع والخدمات اللي بيتمتع فيها لحد الان المواطن اللبناني بخلاف ما عم بيقولوه المسؤولين. لذلك حتى ما اطول عليك وعلى المشاهدين، في بدائل اخرى، روحوا لها، روحوا على الاملاك البحريه، روحوا على املاك الدوله اللي مهيمن عليها قبل ما تبلشوا تفكروا برفع الضرائب والرسوم على الناس، لانه الناس عن جد ما عادش قادره تكفي. صحيح. الباحث في الدوليه للمعلومات محمد شمس الدين، انا بشكرك لوجودك معنا هذا الصباح. مشاهدينا فاصل اعلاني، نتابع بعده الحدث، وانا ساكون في الحدث وضيفي الصحفي والكاتب السياسي جوني مناير. ابقوا معنا.